لو سألتك يا صديقي هل ممكن نعيد التاريخ مرة أخرى بعد مثلا 100 سنة من أحداث معينة، ولكن مع تغيير بسيط في الأبطال واختلاف طبعا طبائع الأبطال دي عن بعض، تتوقع النتيجة هتكون واحدة؟ طب هل لو أتيح ليك فرصة تجمع أهلك، ناسك، صحابك، ناس ما تعرفهمش ولكن يشتركوا معاك في نفس العرق، يعني لو أتيح ليك فرصة تجمع العرب كلهم في مكان واحد، هل دي هتبقى تجربة ناجحة؟ هل التجربة دي هتؤتي ثمارها؟ طب هل التجربة دي هتوريها عقبات؟ طب هل في سبيل تحقيق هدف سامي زي دوت ممكن نضطر نسلك طرق مش صحيحة؟ هل مبدأ الغاية تبرر الوسيلة يصلح ان احنا نطبقه في حاجة زي كده حتى لو كان الهدف هدف سامي، ونضطر ان احنا نعمل عملية تزييف للوقائع وللتاريخ؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في روايتنا شقابيب، رواية العراب احمد خالد توفيق. اهلا بيكو، انا محمد رضا، وقبل ما نبدا نتكلم النهارده عن روايتنا روايه شقابيب للعراب الله يرحمه احمد خالد توفيق، لو لسه مش مشتركين في القناه بدعوكم الاشتراك في القناه ومتابعه كل جديد عن طريق تفعيل جرس التنبيهات، ولو الحلقه عجبتكم يعني يا ريت تشرفونا بالمشاركه والدعم وعن طريق اللايك والشير والسبسكرايب. شقابيب كروايه، وقبل ما نتكلم عنها نعرف معنى الكلمة. هي شقابيب جمع كلمة شقبوب وهو قطرة المطر أو البدايات من المطر. أحمد خالد توفيق كتب حوالي 6 روايات، ودي كانت آخر رواية ليه الله يرحمه في 2018. وأحمد خالد توفيق بيبقى له دايما نظرة كده مستقبلية، بيبقى قراية للمستقبل إلى حد ما. هو طبعا الكاتب لروايات ما وراء الطبيعة والفانتازيا، اللي من ضمن أعدادها كان حلقة وعد جونسون اللي هو أعاد كتابتها مرة أخرى ولكن بطريقة احترافية أكتر. تعتبر رواية شقابيب سيناريو، لو حب حد ياخده يعملوا فيلم مش محتاج يجيب سيناريست، الراجل مهتم جدا بالتفاصيل، مهتم قوي باللغه العربيه الفصحى، وحوار ظريف جدا، حوار سلس ما بين ابطال الروايه. العراب احمد خالد توفيق بنظره مستقبليه صادمه لمستقبل العرب، بيقرا واقع غريب وبيقول لنا ان العرب ممكن بعد سنين احنا نوصل لمرحله ان احنا مشتتين في الارض، نبقى العرب اللي عايشين في كل دوله. وادى امثله فعلا لابطال الروايه اللي عايش في النرويج، واللي عايش في استراليا، واللي عايش في ليبيريا اللي هي ولايه من ولايات امريكا، وبيحكي لنا كل بطل من دول هيتعرض لمشكله في حياته عامله ازاي، وبيتعرض لاضطهاد عامل ازاي، وهي دي الازمه اللي بيواجهها العرب في المستقبل. هل هو بيقرا للواقع وبيتخيل المستقبل؟ دي وجهه نظر للكاتب، وهنبدا نشوف سرده للاحداث هيبقى عامل ازاي. فعلى سبيل المثال بيحكي لنا عن امينه اللي تعتبر بطله الروايه، التونسية الأصل اللي بتدرس لأطفال في النرويج، واللي بنتها سميرة واللي متجوزة وعايشة في النرويج بقالها فترة في حي العرب، ولكن طبعا الشعب النرويجي بيحس بقلق من أي ما هو عربي. بتمر أمينة وبنتها وجوزها لحالة من الاضطهاد ويمكن التحرش، تحرش من الموتورين هناك، وإن الحي بتاعهم كل شوية بيجيلهم ناس بيبقوا عايزين يكسروا عليهم البيت. بيعيشك أحمد خالد توفيق في الجو النفسي اللي عايشاه، من إنها عايشة مغتربة بره بلدها وبره وطنها تونس، ومع ذلك الوطن اللي هي عايشة فيه وبتخدمه وبتشتغل فيه وتحاول تبني بيتها ومجتمعها هي وجوزها، وطن مش قابلهم، وطن بيحسسهم إن أنتوا أقل مننا. ثم بينتقل بينا لولاية ليبيريا اللي احنا قلنا عليها تبقى ولاية امريكية، ولكن هم امريكا عاملها للفقراء اللي هم الافارقة يعيشوا فيها. بيحكي لنا عن سليم الشاب الليبي اللي هاجر مع ابوه وهو صغير، ولما ابوه توفى سليم في سن 25 سنة، الشاب الفتي القوي اللي اختار انه يبني بيت وانه يبقى عنده زوجة وطفل، برضه بيمر بحادث في السوق من ناس من الأفارقة والزنود، بيحاول ان الحادث ده حادث صدام عادي ما بين اي اتنين، ولكن هما بيتعمدوا يجولوا باب المحل، هو شغال في بقالة عادي يجولوا باب المحل ويكسروا المحل عليه، وتتطور الاحداث لدرجة ان مراته وابنه يتوفوا قدامه. بيتحول سليم من الشخص المسالم للشخص الغاضب الناقم عن المجتمع، الكاره تماما اللي مش عايز يتعامل مع اي بشر، اللي بيفقد اغلى ما لديه ومبقاش عنده اي حاجه يخسرها. بيحكي لنا عن محمد الشاب المصري الصغير اللي ابوه كان جايب له تلسكوب، اللي كان نفسه يطلع عالم فضاء، ولكن في فتره الثمانينات انجرف مع بعض الطيارات ودخل السجون، ومستقبله طبعا تحطم، واضطر بعد ما يخرج من السجن هو يهاجر استراليا ويتجوز واحدة استرالية ويعيش معاها هناك. كل الشخصيات دول اللي هيسردهم لنا دكتور احمد خالد توفيق، اللي كل واحد فيهم عايش في وطن، هيتجمعوا ازاي؟ هيتجمعوا عن طريق
صاحب الفكرة والبطل الأساسي في الرواية دكتور مكرم اللي عايش في أمريكا، دكتور العلوم السياسية والمولع بالتاريخ واللي على علاقة كويسة جدا بجوناثان وهو نائب الرئيس الأمريكي. الفكرة هي إعادة نسخ التاريخ، وهي إعادة إنشاء وطن للعرب المضطهدين اللي عايشين في كل دولة واللي بيمروا بمشاكل كبيرة جدا من متابعته الأخبار والسياسة. فبيشوف إن ليه لأ، ليه ما عادش نسخ التاريخ؟ وزي ما اليهود اتجمعوا في وطن، من ليه ما جمعش العرب في وطن؟ هي فكرة مجنونة طبعا، احنا بنتناقش في اخر الحلقة عن وجهة نظر الكاتب فيها، ولكن التحديات اللي هتواجهه في الفكرة دي، اولا هيعرضها ازاي، هيستغل طبعا علاقته بجوناثان وعلاقته بالرئيس الامريكي ونقدر يعرضها فعلا على الكونجرس ويريح الدول الغربية من الصداع اللي العرب مسببه لهم من وجهة نظرهم للاعلام للأسف بيغذيها ان العرب مصدر المشاكل وي وي وي. طيب فين الوطن دوت؟ وهل هقدر اصنع فعلا وطن واقول ان العرب كان لهم علاقه بالمكان ده؟ ازاي هربط نفسيه البني ادم اللي عايش في دوله اجنبيه ولا جاي اصلا من دوله تانية بمكان تالت واقول له تعالى عيش في الوطن دوت؟ دي هتبقى مشكله هتواجهه. المشكله التانية الاهم، هل بقى المواطن التونسي اللي راح النرويج والمصري اللي عايش في استراليا وبداوا يبنوا حياه، هيسيب الحياه اللي الى حد ما بقت مستقره رغم الصعوبات والمشاكل اللي فيه عشان يرضى يروح وطن غريب؟ معروف انك عشان تبني وطن من اول وجديد كم معاناه ممكن هم ما يحصدوش نتاجه دلوقتي خالص، هل سهل الفكره دي انها تتنفذ؟ وفي الاخر هل العرب هيتقبلوا الفكره وهينجحوا فيها؟ ده اللي احمد خالد توفيق عايز يوريه لنا. بيبدا دكتور مكرم يشتغل بعلاقاته ويشتغل فعلا ان هو قدر يعرض الفكره على الرئيس الامريكي وبياخد موافقه امريكا، ودي كانت اهم خطوه، لان لما تاخد موافقه امريكا يعني بقى معاك الدعم المادي، بقى معاك الميديا، تقدر تنشر فكرتك بسهوله، تبدا بقى تجيب كتاب التاريخ. اختيارهم للمدينه اللي هي هتبقى مدينة شبابيب وهي جزيرة ما بين استراليا واندونيسيا او بيسموها بابوا او غينيا الجديدة، المكان اللي كان فيه جبل زمان هو عبارة عن بركان خامد من 100 سنة والبركان ده ما عملش اي مشاكل من ساعتها، هيقول ايه بقى او هيقدر ازاي يربط العرب بيه؟ جاب بقى كتاب التاريخ والف كتاب وذكر ان العرب كان لهم اجداد عاشوا في المكان دوت ولينا مسجد هناك ولينا اثار هناك، ولكن للاسف لما البركان ثار من 100 سنه انتهى وبادوا العرب هناك، فاحنا من حقنا نعيد انشاء الوطن مره اخرى. هنا بيبدا بقى اللعب او الحته الميتافيليه او غايه تبرر الوسيله، ان احنا مفيش مانع ان احنا نغير شويه في التاريخ ونزيفه عشان فكره نبيله. وبيبدا فعلا الميديا تشتغل وبتبدا الفكره تسمع عند العرب اللي على راسهم ابطال روايتنا امينه وسليم ومحمد وغيرهم اللي هم مضطهدين، لما يسمعوا فكره ان في فرصه انك تبقى صاحب بلد وصاحب مكان ويبقى ليك قوه، ليه لا؟ وبالفعل تيجي السفينة وكل واحد من دول بيلم عزاله ويسيب ناسه، والأمينة للأسف بتختلف مع جوزها اللي رافض وحسبها بالمنطق بالعقل، قال لها أنا إيه اللي يوديني مكان ما عرفوش، إيه اللي يوديني مجهول واسيب حياة هنا حتى لو فيها متاعب؟ بس ده بيبقى دايما اختيار كل واحد فينا بيقع فيه في حياته، هل فعلا أنت مجبر أنك تسيب وطنك ولا ممكن يبقى الوضع اللي أنت فيه ده تستحمله؟ ولو رحت وطن تاني هل سهل أنك تهاجر لمكان تالت؟ فعلا اختيارات مش سهلة واختيارات مش أي بني ده يقدر ينجح فيها. فأمينة بتاخد بنتها وتسافر ويتعرف بسليم وتنشأ ما بينهم قصة حب هناك ويرتبطوا ببعض ويتجوزوا. وطبعا هناك لما بيروح مكرم ويبقى معاه سليم بيبقى لازم إعادة هيكلة بقى للوطن وإعادة بقى ترتيب أولويات، مكرم بياخد القيادة، سليم بطبع الغضب الرواة وكرهه للبشر العاديين بياخد زي قائم بأعمال بقى إيه وزير الداخلية وحفاظ الأمن في المنطقة، وطبعا بيواجههم زي أي معتدي هيجي مكان اهل البلد المولودين وهم ناس بدائيين، اختلاف لغات اختلاف عادات طبعا. طب هنعمل ايه؟ بيتصل بامريكا ويقول لها تعالى امريكا عايزين نبيد الناس دي، وبالفعل امريكا تجيلهم بالسلاح المتقدم عشان تبيد معظم اهل البلد الاصليين، ولكن ده طبعا بتبقى اول مشاكل هم وقعوا فيها وهي زرع الحقد والنار الصقر ما بينهم وما بين سكان البلد الاصليين عشان يجي واحد من سكان البلد ويغتال دكتور مكرم في الخيمة بتاعته. هنا ممكن هيحس ان الدولة هتنهار بقى او الوطن اللي لسه بينشأ هتنهار اساساته، ولكن سليم بقوة شخصيته بقى وحبه خلاص ان هو مش عايز يتعامل مع البشر العاديين، عايز يبقى قائد ودكتاتور، بياخد القيادة وبينحي بقى الدبلوماسية جانبا وبيتعامل بالقوة المفرطة، وان لا مفيش حد تاني هيقدر يعمل فينا نفس اللي حصل، مفيش حد
هيرجعنا تاني للاضطهاد في الدول دي، ولازم هنقيم وطننا وبيؤمن بالفكرة جدا، اللي هو ما يعرفش اصلا انها فكرة مزيفة وان احنا اصلا ما كانش هنا اي اثار في مكان دوت. وبيبدأ بقى انشاء اول مدرسة، وتبدأ بدايات خالص بسيطة جدا، ما فيش وسائل كوميونيكيشن، ما فيش اتصال، وبياخدك احمد خالد توفيق واحدة واحدة، بتخيل تتخيل سنانه كانت عايش معاهم في الجزيرة فعلا، وتستمتع معاهم بمرحلة بناء الوطن. ولكن لازم طبعا لكل قصة يبقى في نهاية دراماتيكية. بيحصل زلزال غريب جدا، الناس تستغرب والناس تقلق، فيجي لهم دكتور جيولوجي يقول لهم على فكره يا جماعه الزلزال ده انذار خطر ان ممكن البركان يثور. بركان ايه اللي يثور يا عم؟ ده احنا بقالنا فوق ال 100 سنه عمره ما صار. قال لك ما دام الغازات التبريتيه بدات تطلع لازم فعلا نتحرك من الجزيره. وبالفعل بتبدا بقى خلاص كل الناس تهرب، والحلم بيموت والحلم بيتبخر. ولكن سليم يرفض، يحاول سليم ان هو يقنع امينه انها تكمل معاه حياته عشان خاطر يفضلوا في الجزيره وحلمه، ولكن للاسف تتخلى عن ارتباطها بيه وحبها، وقصاد انها تخلع ببنتها وتبدا تبني حياه جديده تاني وتشوف المجهول تاني. وفعلا السفن تتحرك وتاخد الناس، وينهي الكاتب زي ما بدا الروايه بسليم قاعد على البحر، قاعد لا مبالاه مستني البركان يثور، ويسيب النهايه المفتوحه، يسيبها لنا كلنا النهايه مفتوحه، ونتخيل يا ترى ايه اللي هيحصل، وترى فعلا الحلم اتبخر. طبعا هي الفكره مجنونه، واحمد خالد توفيق يعني طرح فكره تحس ان هي مرقوص خطر. هل هو فعلا قاري الوضع اللي بيحصل مع العرب حاليا واللي بيحصل في المستقبل؟ الراجل مات خلاص من سنتين، اللي بيحصل مع العرب حاليا، وهل فعلا كل من هو مغترب عربي بيواجه نفس المشاكل ديت، ولا دي صوره قاتمه جدا؟ هل فعلا العرب هيوصل بيهم الحال من كتر الشحن الاعلامي اللي ممكن يبقى خاطئ لينا ان احنا نبقى في الدول دي مضطهدين؟ طبعا هو هنا الحته السلبيه اللي يمكن ضايقتني شويه انا بكره، بس ده للاسف ممكن يبقى واقع، ان العرب لما في المرحله دي طبعا اختلاف افكار ويمكن اختلاف ديانات لكن كلهم عرب، لما بدا يحصل بقى عمليات اللي هي ايه، احنا عايزين، انا مختلف في رايي عنك، لا انا مختلف في رايي عنك، طب هل دلوقتي ده وقت خلاف؟ هل ده وقت ان انا المختلف معاه في الراي ابيده؟ وقت ده ان انا اتخلص منه، ولا ممكن اتقبل الراي الاخر؟ للاسف احمد خالد توفيق مال للكفه اللي بتقول ان احنا مش هنقدر نتقبل الراي الاخر، وان العرب مش هيستثمروا الفرصه اللي غيرنا استثمرها من 100 سنه وقدروا يبنوا وطن مش وطنهم، احنا حتى لما جات لنا الفرصه ما عرفناش نستغلها. الروايه جميله، الرواية رسائلها رسائل صادمة، ولكن ممكن تبقى ناقوس خطر نفكر فيه فعلا. هل احنا فعلا هنفضل باختلافاتنا ديت، ولا يمكن في يوم من الايام لو اتيحت لنا الفرصة نتجمع في مكان ويبقى لينا قوة ويبقى لينا دولة، ممكن العرب في يوم من الايام ينجحوا في دوت. اتمنى تكون حلقتنا النهاردة من حلقة رواية شقابيب تكون عجبتكم، اتمنى تكون خرجنا برموت شوية كتب التنمية البشرية وتكون الفكرة عجبتكم. ولو الحلقة عجبتكم يعني دعموكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب عشان عددنا يزيد وعشان الناس تتفرج علينا اكتر، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام.